فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب غسل غائط الكلب إذا وقع في الإناء 7 مرات؟ أشد، غائطه أشد من بوله، يجب غسله 7 مرات ويعفر بالتراب في 8. ونجاسة الكلب نجاسة عينية، عينية لا يزيلها الغسل، لو تغسل الكلب بالبحار ما زالت نجاسة، ونجس عين، نجاسة عينية، العينية هي التي لا يمكن تطهيرها، الكلب نفسه نجس النجاسة عينية لا يمكن تطهيره. نعم، مثل الميتة، ميتة نجسة نجاسة عينية. نعم.